فول طاجن. شوف انا هقدر اعمله ازاي. اول مكونات اللي معايا بصل، اول ما احط البصل لازم نديله حبه ملح عشان يطلع الميه بتاعته بسرعه ويستوي بسرعه. بعد ما البصل بيبل حط الفلفل، يبقى حاجة بسيطة بس، وهنحط ثوم وطماطم، وآخر حاجة نحطها بقدونس. على فكرة الطاجن ده اسمه طاجن حمدي المصري، هو اللي معلمهولي الله يرحمه، هو اللي معلمهولي. دلوقتي هننزل بالطماطم، أول ما الطماطم تفك شوية ننزل بالفول. بس كده الفول شوية عشان ميبقاش حروق، كل ما يتحرس كل ما يبقى طعمه أحلى. نزود خلطة مية صغيرين مش كتير، رشة بس، ونسوي الفول وننزل آخر حاجة البقدونس. نسيبه بقى لغاية لما كله يستوي مع بعض، حوالي 10 دقايق. شوية نحط حبة صلصة مش كتير، يعني نص معلقة كبيرة، ونقلب ونسيبه نكمل سواها. وبعد كده نحط له، أنا حطيت رشة ملح صغيرة، هزود حبة ملح وفلفل، فلفل أسود، رشة ملح، عندنا كمون، ممكن حبة شطة مش كتير، اللي بيحب حامي يزود، أنا نفسي بحب الحامي فهزود شطة. ونسيبه يكمل سواه.